لكم كي دايرين لاباس عليكم مبروك عواشركم فين ما كنتو كنتمنى لكم عواشر مباركه مسعوده الناس اللي غيقول لي راه ماشي عيد انا ما قلتش لكم خصي عيد قلنا غير عواشر المهم انا من داك النوع ديما كنقولها لكم كنشم اختي ريحه العواشر كنبغي نجمع هكا مع العائله مع دارنا مع خوتي نصوبو حليوه نصوبو كيكه كنبغي ندير لهم حقهم وندوز معهم داك النهار المهم هادشي اللي كاين مبروك عواشركم حتى نتوما راكم عائلتي الثانيه اليوم البنات غنشارك معكم شنو غندير السبت ما خداماش صراحه غنجمع كلشي غنصوب كيكه غنسق كلشي غنشاركو معكم فيديو واحد حيت ما كانش عندي الوقت وسط السيمانه هاد السيمانه يلا نزلت لكم جوج فيديوهات صراحه ملي دخلت الخدمه ملي رجعت كانت عندي خدمه بزاف هادشي علاش اليوم غندير كلشي عبدو رشاك معكم الفيديوهات ديالي تبارك الله راه برعنا بالبليغاتو صوبلينا ثلاثه اشكال يمكن ديال الحلوه وبرعنا راكم ضروري خصني ندير لكم البارك في قناتي وغنشارك معكم واحد الكيكه وغنشارك معكم قريشلات اولا الكروس ديال العيد ما غنديرش صغيورين غندير هادوك كبار يا اختي بلديين اللي تيجيهم بسطين غدا ان شاء الله قلت غنمشي عند ماما ونديروا رفيسه غنصاوب مسمن اولا تسريد ديال رفيسه اليوم غدا تبقى لي غير مريقه وتقدا الدجاج مغسلو اليوم السبت صافي اختي الحيوط ديال الكوزينه غيطيحوا ما غنخرجش منها حتى غنقول لكم من ظهري درني انا عارفه راسي المهم كندخل الكوزينه كنبقى وحده تلوحني لوحده وحده تلوحني لوحده المهم هانتوما معايا في هذا النهار اول حاجه غنبدا بها هي العجينه غنعجن قراشل كيبغيو يرتاحوا ويخبروا المره الاولى والثانيه وغنعجن حتى مسمن يعني نخليها كيرتاح بما وجدت المقادير ديال الحلوه اللي باغي نشارك معكم اليوم هادو هما المقادير ديال القراشل البنات الا بغيتو تسكرينيوهم وتخليهم عندكم عندي واحد جوج زلافات ديال الفورس تقدروا ديروا حتى الفينو انا اليوم ما درتوش نص كاس ديال سنيده نص كاس ديال الزيت واحد بيضه كامله نافع تقريبا واحد ربع كاس ولا جوج معالق جنجلان نص كاس تقريبا حمرتهم جوجهم في مقيله معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخميره وعندي معلقه كبيره عامره ديال الزبده بحراره المطبخ غنديرها حتى الاخر حتى يتخلطوا ليا العناصر كامله وعندي كاس كبير ديال الحليب كيجيو زوينين بالحليب الا خصني غنزيد الماء صافي وغنديروا هادشي كله يتعجن مره واحده الزبده اللي غنحيدها حتى يتعجنوا مزيان وعاد نزيدها انا غنعجنهم غير في العجانه باش نربح الوقت غنكمل العجينه بالماء لان كاس ديال الحليب ما كفانيش كنبقاو نزيدو الماء تنلقاو تنحصلوا على عجينه تكون متماسكه وتكون طريه دابا العجينه راه دلكات الكاس مزيان غنزيد هذيك المعلقه ديال الزبده ونخليها تسدلك ثاني واحد 5 دقائق العجينه خصها تكون بحال هكا مرخوفه باش تحصلوا على نتيجه مزيانه ها انتما مدلوكه مزيان درت شويه الزيت في هذا لوبول وغنغطي عليها فيلم اليمونتير بالنسبه للمسمن البنات غندير واحد المسمن كيجي غير بفيه الفينو كيجي زوين بزاف رائع خديت جوج زلافات كبارين ديال الفينو ودرت زلافه وحده ديال الفورس يعني العكس ودرت معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السنيده صافي وغنعجنهم غير بالماء بارد حيت ما فيه لا خميره لا خماره صافي وغنعجنهم نخليهم حتى يدلكوا مزيان انا غنعاود هاد العجينه جوج مرات وحده غنخليها المسمن اللي غندير وحده وسط وحده كيجيو زوين مسمن ديال العيد وحده غنخليها للتسريد اولا المسمن ديال الرفيسه هاد المسمن البنات ديال الفينو راه كيجي زوين بزاف كيجي كيتفرتت غير بوحدو كيجي صفر غير هو الفينو كتعرفوا كيبغي شويه دليك كيبغي مره مره هكا رشه ونعاودو ندلكوه حتى الا كنتو غتعجنوا بيديكم نفس الطريقه كدلكوه وكتزيدوا رشه ديال الماء وتعاودوا تدلكوه وتخليوه يرتاح كيجي زوين كنخليو العجينه حتى تدلك مزيان السر ديال نجاح المسمن لا كاليتي ديال الطحين والمده ديال الدليك خاصو يتدلك مزيان سورتو هذا ديال الفينو صافي كنغطيه هكا ونخليه يرتاح العجينات هما كيرتاحوا شوفوا تبارك الله ديال القراشل شحال تنفخات يعني كتسكب دوبل الحجم ديالها هذه ديال المسمن العجينه الاولى وهذه الثانيه غنصوب بها تسريد وصافي دابا اختي غنمشيو نفطروا جاني الجوع كنا انا وامير مهم درت فطور يكون هكا متكامل درت البيض عندي هنا دوك اللي كنصاوب عبدو زبيده بلديه المهم هانتوما كتشوفوا نوعت هكا شويه اختي حيت تابعنا تماره
باش ما نسخفوش. المهم درت بالي ديال اتاي وغنمشيو نفطروا بصحه وراحه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله العجينه ديال القراشل شحال تنفخات شفتوا. دابا غندوز نحيد منها غير الهواء ونشكلها واحد الكويرات كبارين شويه صافي. ملي تنفخ معكم هكا المره الاولى عرفوا ان العجينه راه ناجحه وان شاء الله غتجي زوينه ومفشفشه. غندوز دابا باش نشكل الكويرات ديال الكريسات اللي غندير. كناخذ بابي سولفوريزي كنفرشو في اللاطات غنخرج منها الهواء. شفتوا البنات شحال كانت منفوخه ما شاء الله. المهم بالنسبه للكويرات ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا حتى كبارين بقد الخبيزات كيجيو فنين. انا هاد الكروس كيفكرني غير في جداتي الله يرحمها مسكينه، كانت كديرها كبيره وحده صافي وكتنوض نايضه كتجي فن مفشفشه رائعه وكتقوي فيها الزرارع. المهم اليوم انا درتهم على هذا القياس، درت 6 الوحيدات كبار وحيده صغيره شاطت ليا صافي. غنخليهم هكا يرتاحوا نغطيهم واحد 5 دقائق ثاني ونرجع باش نشكلهم. العجينه ديال المسمن هي ارتاحت، دابا غندوز غير باش نشكلها. شوفوا البنات كيفاش كتكون مرتاحه صافي. وغنشكلها كويرات، ما غنديرهمش كبار بزاف حيت غندير وحده وسط من وحده على هذا القياس. بالنسبه للمسمن البنات انا دائما كنشارك معكم طريقتي، هذه طريقه اللي ما فيهاش خميره لا خماره لا حتى حاجه. هادو ديال فينو كيجيو زوينين، كنقول لهم انا المسمن اولا الملاوي ديال العيد لانهم كيجيو رائعين، كيبغيو شويه الخاطر حيت وحده وسط وحده كتبقاي كتورقي، ولكن اختي ماشي مشكل مره في شحال. درت لهم كويرات بحال هكا وغطيتهم فيلم اليمونتير يرتاحوا شويه وندوز باش نشكلهم. القراشل اولا الكروس راهم مرتاحوا، دابا غندوز غير باش نبسطهم ونديرهم في اللاطه نخليهم يخمروا وعاد نشعل عليهم الفرن. اما ديروهم بالمدلك واما ديروهم بيديكم، انا غندير المدلك. انا غنديرهم بالمدلك، بغيتو ديروهم غير بيديكم ماشي مشكله. كنبسطهم بحال هكا صافي. على هذا الشكل على هذا القياس كنرقوهم شويه كبر من البطبوط شويه وكنخليهم حتى كيخمروا. شفتوا البنات كيجيو عامرين بدوك الزرارع اولا النافع جنجلان، انا كنبغيهم بحال هكا يكون باين. وغناخذ اللاطه ديال الفران ونخليهم يخمروا فيها. غنبقى مستمره تنكمل الكميه اللي عندي كامله دوك 6 الوحيدات. صراحه بالمدلك اولا الدلاك احسن كيجي مسربي وكيجي عبار واحد تقريبا. اما اللي ما بغيتوش سرحوهم غير بيديكم بحال كتبسطوا غير الخبز عادي، تكون تقريبا اكثر من البطبوطه شويه ماشي رقيقين. كملت تكراس ديال القريشلات كاملين. شفتوا البنات كيجيو على هذا القياس مازال غيخمروا ويتنفخوا في الفران. دابا غنغطيهم حتى يخمروا وعاد نشعل الفران. غندهنهم من بعد صفر ديال البيض اولا بيضه كامله، غندير معاها شويه ديال نيسكافيه وندير لهم جنجلان من الفوق حتى يخمروا. وغنرجع دابا للمسمنات اللي لقيتو مرتاحو. هنا عندي الخلطه ديال الفينو مع خماره ديما كنشارك معكم، زويته باش نسرح وشويه الزبده باش نورق. كندير رشه ديال الزيت انا غير بحال دابا البنات مني كنشارك معاهم فيديو جديد كيدخلوا بنات جداد كيقولوا لي عافاك شاركي معنا طريقتك في المسمن، وانا دايره لكم شي جوج فيديوهات ولا ثلاثه ما كنبغيش الصراحه نعاود ولكن ما فيها باس. بالنسبه للبنات جداد مرحبا والف مرحبا. كنسرح مسمنه كندير الزبده شويه ديال الفينو وكنعاود نسدها فين ما طويت كنزيد الزبده مع شويه الفينو صافي. غنخليها جانبا ونسرح وحده اخرى كنورق مزيان حتى تولي تبان ليا رخامه. كندير ثاني الزبده ورشه ديال الفينو وكندير هذيك الاولانيه الوسط وكنسد عليها صافي وكنخليهم يرتاحوا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وعاد ندوز كنبدا نطيب الاولى بالاولى. هنا هانتوما كنعاود معكم الزبده الفينو وكنعاود فين ما ورقت كندير الزبده والفينو باش كيجي مسمن محلول وزوين.
صافي وغندير ثاني الثانيه، ندير ثاني زبيده وندير ثاني الفينو ونحطها الوسط ونسد عليها. بهذه الطريقه كيجيكم طبقات ديال اولا التوريق اكثر، ماشي بحال غير وحده وصافي. واللي عكزات اختي دير غير وحده وصافي. دابا انا درت واحد، خرجوا ليا 11 وحده، يمكن كون درت غير وحده وحده تخرج ليا 22، ولكن قلت انا غير وحيده تكون هكايا زوينه. وهنا امير كيقول لي برافو ماما، كيشوفني كندير وحده وسط وحده. ساليت المسمنه صافي، كرشتهم كاملين، قراشتهم راه كيخمروش عاد الفران باش نبدا ندير بلاطه بلاطه. وفي نفس الوقت غنبدا كنسرح المسمنات، كنبدا باللوله باللوله كنبسطها شويه، ديروا شويه زيت كنبدا نبسطهم، ما نرقوهمش بزاف حيت هادو مدوبلين ديجا مورقين. المهم هادو كيف ما قلت لكم السمنات ديال العيد كيجيو زوينين ديال الهمه والشعر، الا كنتي مسمن مسمن كيجي مورق. صافي على هذا الشكل، ومني كتكون بحال هكا مدوبله ما تخافوش منها ما كيخرجوش لكم قنيتات. وغنديها للمقله. بسم الله، نخليوها واحد شويه رشيشه ديال الزيت ونقلبها باش هكا كيتورق معكم مزيان. ودائما المسمن كنبقاو كنقلبوه، يعني ما كنخليوهش حتى كيتحمر من جهه واحده. شوفوا البنات، دائما كنقول لكم بامكاني حتى نشري المسمن ونشري كل شيء، ولكن ملي كتصاوبوا هذا الشيء في الدار صراحه كيكون عندكم اجواء واحدة اخرى في العواشر او لا في الويكاند. وليداتكم كيفرحوا، انتم كتفرحوا، رجالكم كيفرحوا، فعلاش لا مره هكا في شحال. الناس اللي خدامين الله يكون في العون، ولكن نحاولوا نقدوا غير وقتنا وننظموا وقتنا. واحد النهار كنفيقوا بكري ما فيها باس نصوبوا حاجه ديال الدار كتكون زوينه. كيف ما شفتوا انا ايد هنا وايد هنا، دابا ساليت المسمن، انا رجعت دابا للقريشلات، باقي عندي شي جوج مسمنات فوق في المقله غندوز نكملهم. عندي هنايا شفتوا تبارك الله ما شاء الله القريشلات قداش ولا، ماشي قريشات ولا قراشل، هذا راه القروص اختي، هادو اللي تيكونوا كبار تنقولوا لهم القروص، نتوما ما عرفتش شنو كتقولوا لهم. المهم خديت هنايا بيضه درت معاها نسكافي وطربتهم مزيان، درت بيضه كامله كما تبقاو تضيعوا البيض غير ديروه كيجي مزيان. وصافي دهنت لهم وجه ديالهم هكا بالبانسو ودرت جنجلان، انا كنبغي نعمرهم شفتوا. وفي هاد الوقيته راه الفران راه ديجا شاعل، كنشعلو على 200 درجه اولا 180، مني كندخل القراشل كنزلو ل 160 درجه. علاش؟ باش ماشي غير تخطفوا ليكم هكا في الفران كيف ما كنقولوا يتحمروا وباقي ما طايبينش، لا باش يطيبوا مزيان. صافي القراشل راني دخلت لاطه درتها في الفران، مسيمناتها هما كملتهم هنا شاركتهم معكم. في الاخر غنشارك معكم كل شيء، يعني كل حاجه كيفاش جات. وكيف ما قلت لكم يد هنا ويد هنا مسحت داكشي اللي المهم بوطاجي اللي كنعامر بالزيت اللي مسمى راكم عارفين. هنا غنشارك معكم كيكه اللي كتجي زوينه ديال التفاح ولكن بطريقه واحده اخرى. عندي ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، دانون ديال الفاني، ثلاثه ديال الخمارات وفاني، والطحين حسب الخليط. هنا راه ما درتش ديك الزلافه كامله، ها نتوما غتشوفوا كلشي معايا. وعندي قبيسه الملحه بطبيعه الحال، وعندي الطراب باش غنخدمها. وهنا كنحط حدايا شي بول هكا اللي كندير فيه القشور ديال البيض وداكشي باش ما تسرونش يا الدنيا حتى يلاه جمعتها. الطريقه ديال الكيكه العاديه، كنخدموا البيض مع سنيده مع هذيك قبيسه ديال الملح وفاني حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وكيولي اللون ديالهم بيض. كنزيد الزيت، كنطرب شويه ثاني، كنزيدو دانون، واختي ضروري داك دانون ضروري ديروا لي معلقه وتكرطوا كلشي، حيت الا بقات شي حاجه ما عرفتش علاش كنحسو بالشمته، كتجي تل دانون عاد كنبداو نتحاسبو ونتقرمو. صافي وكنضحك معكم وصافي، كلشي كنديرو هاد القضيه ما عرفتش علاش. كنطرب ثاني وكنبدا نزيد الطحين اللي مغربل بطبيعه الحال، ثلاثه ديال الخمارات اللي غنغربلهم حتى هما، كنبقى نزيد بشويه بشويه. صافي وهكيكه ديالنا موجوده. انا اليوم غنديرها في هذا المول ديال الكيك اللي كيتحل من جناب، درت بابي سولفوريزي ودهنته من جناب. صافي وغندير الكيكه ديالي. الكيكه البنات راه ماشي ثقيله، راه درت غير تقريبا نص زلافه غير، هي البيض مني كيكون مخدوم مزيان مع سنيده كيعطيكم داك القوام تيكون ثقيل، اما الا نقصتوا الكميه ديال الطحين راه غتنفخ لكم الفران ومن بعد غتفش كتفص لكم الكيكه. الحشوه اللي غنديروا اولا طبقه ثانيه فيها جوج ديال التفاحات اللي غنحكهم في هذيك الحكاكه الغليظه، غنزيد فاني، شنو كنتفكر فاني، وعندي هنايا الحامض، وهنا غنزيد الزبيب والقرقاع واللوز ايفيلي من الفوق. المهم حكيت التفاحات اللي عندي، زدت عليهم الحامض وفاني وحركتهم مزيان، وغنخلطهم مع الزبيب والقرقاع.
هاد الخليط البنات كيجي زوين بزاف. صافي وزدت هنا شويه الزبيب الابيض حيت كنت مستعمله الكحل بان ليا قليل، زدت شويه الزبيب الابيض كان عندي وصافي. وهذيك المعلقه ديال الزبده اللي ذوبتها وغنخلط كل شيء، غنبقى كنهز هكا بشويه وكنفرش فوق من الكيكه، ما نجيوش نحطو فوق منها باش ما تهبطش لينا. هذه كتجي بحال طورطه ماشي كيكه، ولكن ما بين كيكه وطورطه، كيكه التفاح كتجي زوين يعني ما كتجيش عاليه بزاف. صافي وخديت هذيك اللوز ايفي اللي درتو من الفوق، شوفوا الشكل ديالها بقى كاع ما طابتش كتشهي. بالنسبه للفران ديال الضو انا كنزلها لتحت، كندير الشبكه وكنديرها ما كتحرق ما والو، بالعكس كتحمر من جناب وكل شيء. وكندير درجه الحراره تقريبا 160، ما بين 150 160، مده 30 دقيقه تقريبا كل وحده والفران ديالها. ها هي الوصفه اللي صاوب لنا الشيف عبدو الله يعطي الصحه. قول لنا خويا الوصفه، قول لنا الوصفه. ها هو دابا تبارطاجي دابا 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 طاجلياتيل بالشامبينيون صوص الشامبينيون والدجاج ايمانسي. انا غنتغدى ونخرج مع اميمه دايره معاها. صراحه ما شريت الامير والو، هو راه ما بغا ما بغاش حيت كنت يلا كسيتو في الدخول المدرسي، ولكن دابا ضروري ناخذ ليه شي حاجه. انا كيف ما كنبغيش زعما يدوز العيد وما ناخذش ليه شي حاجه. ياك ذكرى ماشي مشكل، بغيت نتفكرك نشريك شي حاجه. لا المهم عبدو قالك ما فيه ما يخرج حيت يلا جا من الخدمه، قلت ليه صافي غنمشي انا واميمه، هي باغا تاخذ ولدها شي حاجه ونشوفوا خالتي خديجه ونرجعوا. المهم انا نتغدى وعاد نرجع لكم. نتغدى وتمدى تعشى وتمشى وتمدى تعي وتمدى تغدى وتمدى. بسم الله لا يعطيك الصحه. ما يمكنش مذاق خيالي. جاتك حبيبي اهزي شويه هي كانت باغا تخرج تغدى برا، انا قلت لا قلت لي انا نخرج نتغداو برا من تما ناخذ امير شي حاجه ونرجعوا، يعني خرجه وحده ولكن ما بغاش هي دغيا نصوب غدا. كي صافي صراحه عرفتي ضربني ظهري ما درت والو، ضربني ظهري ماشي بداكشي اللي بقات في الكوزينه ولكن حسب البارح هو ضهري. عرفتي ملي كتعجبكم شي حاجه كتبقاو تشكروا فيها، كناكل كنقول الله يعطيك الصحه. صراحه جات غديوه زوينه، وهنا كنشارك معكم الشكل النهائي. شوفوا كيكه كيفاش جات، كتجي محمره وهداك ما كيبقاش يبان التفاح عرفتي واللوز وداك الشيء. المهم نتوما كتشوفوا على عينيكم كتجي زوينه، كنتمنى انكم تجربوها. تقدروا ديروا حتى جوج خمارات الا بغيتوا، ما تجيكمش عاليه بزاف. وهادو المسيمنات انا غنوري لكم مني قطعهم التوريق كيفاش جا والقراشل. يا اختي اهم حاجه اهم حاجه عندي انا هي القريشلات مع زبيده بلديه وشويه الكونفيتور، كيجيو فنين كيجيو زوينين يا اختي زوينين في الفطور. دابا تشهيتهم حتى الصباح ان شاء الله وغنفطر بيهم. المهم انا كنت مشهيه القراشل اكثر من المسمن، غير هي حنا المهم تتشاركوا معايا نتوما شنو كديروا للعيد. حنا كيكه مسمن والقراشل والحلوى، هاد ربعه الحاجات ضروري في الطبله ديال الفطور. هادو هما الشهيوات اللي شاركت معكم اليوم، خليهم عندكم ينفعوكم في شي عيد شي عراضه في اي مناسبه. المهم هادو هما المسمنات اللي غادي يتكالوا راه كنحمرهم، واللي غيبقاو ما تحمروهمش بزاف. هانتوما البنات غنوريكم غير كيفاش كيجي. الله 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 سخون، نمشي نوريكم الطريقه كيفاش كتجي ملي كديروا هكا وسط وحده وسط وحده على ضمانتي. شوفوا كيفاش كيجي، شوف مع الفينو عرفتوا كيجي صفر وزوين. المهم قلت نوريكم الشكل النهائي. دابا غنقسم لكم الكيكه باش تشوفوها كيفاش غتجي. المهم شكلا راه رائعه ومذاقا حتى هي رائعه، ماشي اول مره كنديرها، غير يمكن اول مره نشاركها معكم بحجم كبير. كنت ديجا مشاركاها معكم في رمضان هكا فرديه، نوريها لكم اختي تاعين نقرب لكم. شوفوا لي الكيكه كيفاش كتجي، بغيتو تسقيوها من الفوق راه تسقيوها. انا دهنتها غير بشويه ديال الناباج من الفوق، شوفوا محمره من الجناب اما واحد القريشلات ولا الكروس ما نعاودش ليكم كيفاش جاوا. دابا راه بردوا خليتهم حتى بردوا، شوفوا كيفاش جاوا، شوفوا شوفوا مهوين
كنزعمكم زعما هانتم عامرين بالزرارة ومهوين ورطبين. دابا ريت ليكم بردو، شوفو مفشفشين كيجيو زوينين بزاف بزاف. شوف كيجيو محمرين والريحه ديال الزرارة ما نعاودش ليكم. يا سلام. ايوا اختي جات عندنا عوان مسكينه انا داخله عليهم زربانه. مرحبا بك اختي مسكينه، جات عندي صاحبتي باش نمشيو للدراري، لقاتني كنشقى الدراري. ها ولديها ولد اميمه قال لي البنات ما كيحس اول مره ما كيحسبش ان راه اميمه ام مزوجه اول مره نعرفوها. قلت لي راه عندها يحيى الله يخلي ليها. واو شتي كيشبه ليا ياك. ايوا جات عندي مسكينه صاحبتي قالت لي والله سنعاونك. قلت لهم شكون امي؟ جي عوده السكينه ماشي شنو سكتي دابا كيحشم كيحشم. لا دابا حنا كنهضروا هو ساش كي كيدير بحال هكا. ظنك مسكين جاك تشري فوطي شنو ندير؟ اش كدير؟ ماشي خاصنا نعطيك قلت حتى انا كندير. انت كديريها هذا منيش تو كيديرها اختي. حنا غادي نكسيو الدراري نشوف غادي خارجين انا ما عرفتش لقينا هو واش باغا من الدور واش هربت من الدار من الصحن في الكوزينه دابا تيبغى تخرج قناه. عرفتي كنت غنصوب نشارك معكم الحلوه نصوب شي دواز دات ما خلانيش عبدو قال لي سيري صافي صوبنا ثلاثه حتى هو صوب صافي شي فيديو ديالو قال لي صافي بارك كان صايبو مزوينين. قال لي شتي نتوما العيالات كتبقاو واقفين 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 الغد نهار العيد كيصبح ما عندكمش خاطر بصح دارني راسي دارني رجلي دارني ركابي. قلت والله ما كذبتي قلت صافي والله ما بقى غندير شي حاجه صافي هو قضى حالو صافي اميمه حيت مسكينه هي اللي كتخمم اليوم ماما من الخدمه خارجه. ايوا قلنا دابا نمشيو ندورو فين نمشيو ندورو نمشيو لهذاك شارع قدس نخرجو اختي نخرجو نمشيو لشارع قدس نشوفو شي مكازات. قالت لنا اميمه يبغيو ناخذ شي حاجه الدراري صافي باش نبدلو. انت ما عرفتيش واحد التريكوات هنا ما لقينا لا شي اوكا وما لقيناش ما لقيناش ما لقيناش واحد ما قلت لك محمديه. عاوني اختي دي انت المحمديه ما ديرش على مديش انا راه سوا لا اختي ما نديش راسي فيك. اولا صاحبتي الخاص كيبيع 93 درهم واعر اختي واخا كانت 50 درهم نمشيش نبيع محمديه. محمديه فين جات راه مرايكيه. لا شوفي نديو الدراري نشريو لهم شي حاجه ولا بغيتي نديوهم شي بلاصه يلعبوا كاع ماشي مشكل. ماما واش نديوهم حتى خاصك راه قالت لك العكس والله ما العكس مع شانه وا جالسه مع جالسه مع واقفه مع شفيقه مع شفيقه سي فقط قلت لي هو المهم هاد الصحاب معنا باش يدور عندي كل يوم مبروك عواشركم حسن الله 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 ما تخافوا ما تدهشوا هذه اميمه دازت من الدرب ماشي كيعرفها مول الحانوت مولات الحمام مولات الحمام تحيه اختي الدرب نسيت عليهم اختي كلشي هما كيقولوا لها اميمه وهي كتعيط لهم بالسنيه غندوزو عليه 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 من دابا غنشدو لاطوروت بصح القدس نمشيو لها في لاطوروت شارع القدس طويله واش عارفه هنا شارع القدس كتهضر عليه انت شارع القدس ماشي ديال البرنوسي ماشي ماشي فين كاين لاصال لا ماشي فين كاين كنت جاني عجب بنتي غدا بيتها شارع القدس ناري امك الخطني عامره بحال فين ولا الدنيا كتصفر دابا الجمعة اللي سافر شوفوا يحيى شنو بغا بيجامات شنو بغيت امين خدو الصبيبات
شوفوا الصف الصف الصف. سخفنا جينا نرتاحوا الدراري مشاو كيلعبوا ما خدينا لهم غير هاد الدليل اللي كبارين اللي بغيتو كاين خصم معايا امي رجليا ضروا قالك الدم رجليا ضروني بسطاب ضرني جيبي ضرني قلبي ضرني كاز كاز قالت لي كنت جالسه في دارنا ولك انني كعلم بالصحان لاكيس افلاكيس فاز والدراري اللي كتخرجوا معايا كتشوفوا كامل عرفتي بغات نتفني دابا هي قالت لي انا وياك وانا كنت ندي الدراري انا كيعجبني بزاف تقسمني نمشي خصي الراس كنبغي نقيس ليه تيش تقيس تجيب قاسي ما جبد الدور الجاي الله ما تخصني حتى على روتور ولا هادشي عشان نقير من قبل وانا فيه من رغوني كنقدر على اصلا من الداخل اكيد يديروا شي حاجه ولا كيهزوا شي حاجه كتقول لي انت اللي قلتي لي انت اللي قلتي لي المهم الدراري راه كيلعبوا ليها وخدينا اليوم منو باقي ما جاوش حنا ما خدينا والو فتحنا الناس ديال الريجي ياك ما بقاش عندنا فلوس بصراحه ما بغيناش ناخذ انا ما بغيتش بعدا انت تاخذي كلاص من بعد ما قدرتش لا ما قدرتش عينه باقا تبعها غتمشي مازال غدي كيكه شاركي معاهم كيكه صافي كيكه غتشارك معاهم كيكه اللي شاركت معكم انا شحال شحال هذه ديال الحامض باقا فم الفم بس انا شنو قلت لك صوتي الصباح والله الا كنت قلت لك صوتها عشان بزاف الناس جربوا عجبتهم ديال الحامض قالت لي شنو داك درتي فوق منا ديال الريجيم قلت لها ديري الباف وقالت لي لا داك اللي كيديروا في الريجيم لا شيا هو دور شيا ايوا اختي صافي الله يسعدك شحال من حدا كديروا في كيكه كيجي زوين اختي عيطي لهم عيطي لهم كيف كتخلطوا مع الكيكه صح كيضعفوا وصفات وصفات الكيكه ضعيفه دخلنا للدار المهم عرفتش ما نعرفش ليكم طريقه عامره لي ماكازا كلشي عامر صراحه نورمالمون انا ما كنصيدش بحال هذه المره غير زعمت انا وميمو صافي قلت لها ماشي مشكل نخليوش بيدات بلاش وخا الله خيدي اليوم الدخول مدرسي خديت ليها هاد الصباط 369 درهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعرفوا الاثمنه صراحه جاتني لا كاليتي ديالو مزيانه وهو اللي اختاره وخديت هاد الدودون راه كاينين في الالوان بالنسبه للبنات اللي بغاوهم صراحه حاطينهم رخاصين رطبين التوب ديالهم زعما اللواط اللي فيهم رطب والثمن ديالهم ب 159 كاينين ديال البنات وديال الاولاد كاين في الزراق في الصفر وخديت ليها التونيكات صراحه هادو يصلحوا للدار المدرسه الحمام دايرين جوج الالوان هانتوما وكانوا رخاصين راه شاركت معكم لو بري واقيلا 129 درهم جوج خديت لي الفوقاني جوج وخديت لي في السروال ثاني جوج يعني بحال دو زونسومبل شفتو المهم هادو راه كاينين دابا في البرد راه عاد حاطينهم والثمن ديالهم رخيص عطيني امل هذاك الجين وخديت لي هاد الجين صراحه زوين ولكن شويه الثمن ديالو زايد 239 كيجي هكا بالسير من هنا وتا هو لا كاليتي ديالو زوينه ومن التحت كيجي مشدود هكا ديت لي هاد السريويل مع هاد الدودون واخا باقي الحال شويه سخون ولكن غتنفعو وهادو البنات كيكونوا معروفين عند ليفتيز كيديروا هاد لي برومو بحال هكا 3 4 بحال دابا هنا كاينين 4 لي 4 ديال لي هذا لي بول هكا كيتلبسوا تحت من لي دودون تحت من لي جاكيت كيجي فيهم هاد ديتاي هنايا صراحه زوينين ديال القطن هادو ب 4 هادو ملي كانوا رخاصين 159 درهم يمكن شفتو فيه اللوينات فيهم اللوينات هانتوما اللوانات اللي فيهم فيهم هاد البيج فيهم الزرق الصفر والخضر كاينين لوانات وحدين اخرين صافي كانوا هادو هما المشتريات اللي شرينا اليوم المهم غادي نطويوهم دابا ونحطوهم في بلاصتهم غير سالي هنا الفيديو ديالنا صراحه عييت صافي وبقى عندي فين نزيد اكيد غدا ان شاء الله غنشارك معكم الفلوق انتظروا اجواء زوينه مع ماما ان شاء الله غنمشيو نفطروا معاها باذن الله وندوزوا معها زعما النهار ونتغداو معها ونديروا الفيسه المهم غنشارك معكم جميع اللقطات وجميع الاجواء صبحوا على خير ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد